بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل معكم شرح الفصل، شرح مادة الاقتصاد الكلي الفصل الثامن، البنوك والسياسة النقدية. في هذا الفصل سوف نستعرض مجموعة من المفاهيم والتعريفات التي توضح لنا السياسة النقدية وما سيتم الفهم إليه والوصول إليه في هذا الفصل. كما تقول سنشرح البنوك التجارية، البنوك الإسلامية، البنوك المركزية، السياسة النقدية وشرح مفهومها وأهدافها. خامسا وأخيرا عرض النقود والطلب على النقود. أولا البنوك التجارية، سنقوم بتعريف البنك التجاري ووظائف ودور البنوك في خلق النقود، مضاعف النقود البسيط والموسع، والمنظور الإسلامي لخلق النقود. البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تتعامل بالدين أو الائتمان، فحين يتقدم أحد الأفراد بإيداع وديعة، بمعنى أنه أي فرد لديه فرد من المال يقوم بإيداع في البنك، يصبح البنك مدينا بقيمة الوديعة. يعني أنا صاحب الوديعة بصير أنا معطي البنك أو مدان البنك مبلغ من المال، ومقابل ذلك فإن البنك يمنح العميل ائتمانا، بمعنى وعدا بغض قيمة هذه الوديعة، هذا المال عند الطلب أو في الوقت المحدد إليه. فيها في هذه الجملة الأخيرة عند الطلب، بمعنى أنه بيكون حساب سنوضحه جاري، يعني جاري في أي لحظة ممكن أسحب، في أي لحظة ممكن أوديع، أو متفق عليه فيكون حساب كوديعة استثمارية لفترة زمنية معينة وباستحقاق فائدة أو ربح معين. وظائف البنوك التجارية، من وظائفها تتركز البنوك التجارية في 5 وظائف أساسية، ومطالبين نحن في هنا ذكر هذه الوظائف وفهمها لحل مسائل تتعلق بالاستحواذات والاختراق والاستيعاب المادة. قبول الودائع، انه من اهم الوظائف ان البنك يقوم بقبول اي مال يودحه الافراد او الشركات، وهذه من اهم وظائف البنوك التجارية. وايضا ببنوك الودائع نسبة الى هذه الوظيفة، وهناك عدة اشكال الودائع. الودائع تحت الطلب، يعني الحسابات الجارية، يعني انه احنا كاصحاب شركات واموال ونقوم بالبيع والشراء في الاستثمار بالتصدير، لازم يكون عندنا حساب جاري يستطيع المودع استرداده وقت الحاجة. بمعنى انه الانسان من الافضل والامن انه ما يكونش عنده فلوس في جيبته او في البيت مبالغ كبيرة، فيضطر انه يحطها في البنك، بيحفظ ماله، واثنين بيكون الاموال محسوبة وبشكل دقيق وواضح من خلال كشف الحسابات، وبيستخدم عند الحاجة من خلال اصدار شيكات او ما شابه، ولا يتقاضى المودع فوائد على هذه الودائع، لانه هذه عند الحاجه ممكن اليوم اودع $1000 اخر النهار اسحبهم او ازيد عليهم، بس بتضلها في حساب جاري. هناك الودائع لاجل حيث يتم ايداع هذه الودائع لفتره زمنيه معينه باتفاق بين البنك وصاحب الوديعه، ولا يتم سحب هذه الودائع الا بعد انتهاء هذه الفتره الزمنيه، وفي نهايه هذه الفتره يقوم البنك باعطاء صاحب المال المودع فوائد مقابل احتفاظه بهذه الودائع، انه يستطيع اقراضها ومن ثم توجهها نحو الاستثمار، لان البنك دائما محتاج هذه الودائع. واسما البنك كما تعلمون بيكون قليل بالنسبه لحجم الاموال الموجوده فيه، فبالتالي هو بيحتاج من السياسات الاساسيه للبنك قبول الودائع حتى يستطيع من خلال استخدام هذه الاموال التي تودع عنده اي الودائع لاجل، ويعيد استخدامها اي استثمارها نحو الاقراض الذين يعانون من عدم وجود اموال لمشاريعهم بربح او فائدة اكثر، فهنا يحدث ربح للبنك ويحقق ارباح كبيره وراء ذلك. وتقديم القروض هي النقطه الثانيه، يقبل الودائع ثم يقوم بتقديم القروض، ويرتبط ارتباط وثيق هذه الوظيفة بقبول الودائع. كلما زادت أو زاد قبول الودائع أو رصيد البنك من ودائع المستثمرين، وهذا ينتج من ثقة المودعين بالبنك، بمعنى أنه كل ما زادت ثقة المودعين بالبنك وقوة البنك في السوق، وأنه جميع الناس أو المتعاملين أو الزبائن يرون هذا البنك قوي، فأكيد حتزيد الودائع، لأنه هذا أمان للمودع، فبده مكان آمن يضع فيه هذه الأموال. حيث أن البنك التجاري يستخدم هذه الودائع في قبول في تقديم القروض، وبعد ذلك وذلك بعد أن يقوم ركزها بحساب
بالاحتفاظ بالاحتياط القانوني التي يفرض عليه البنك المركزي. وهذا الاحتياط بمعنى انا اودعت اليوم 1000 دولار لدى البنك، في احتياط قانوني يفرضه البنك التجاري، البنك المركزي على البنك التجاري لاجل ضمان ان 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 ان, أن يكون هناك سيوله في البنك تستخدم عندما يطلب صاحب الوديعة وديعته، وتكون هذه النسبة مثلا 20% 15%. فإذا كان عندنا مثلا وديعة البنك 2 مليون دولار كما هو موضح، نضرب في 20% بيطلع البنك، يجب على البنك أن يكون عنده من إجمالي الوديعة ما نسبته 20% هو 400,000 دولار، باقي المبلغ هذا يقوم البنك باستخدامه في الاقتراض. ويتشكل معظم ربح البنك من الفرق بين الودائع الدائنة التي يأخذها البنك مقابل تقديمه للقروض والمدينة التي يقوم بدفعها للموضعين. وكما دائما ترون، وهذه من الطبيعي أننا نراها، ممكن تلاقي مثلا أنا بدي أحط وديعة بقيمة 1000 دولار، بكون نسبة الفوائد عليها من البنك 2-3%، في حال أنه عندما أنا أقترض من البنك فتلاقي نسبة الفوائد تكون عالية 10-12% 8%. الفرق بين هذول، بين الفوائد الدائنة وفوائد المال، تمثل ربح البنك التجاري. ثلاثة، خلق الودائع، يقصد بها أن يتمكن البنك من زيادة حجم ودائعه بالاعتماد على الودائع الأصلية المتوفرة لديه، الأمر الذي يزيد من قدرتها على الإقراض فتتوسع أعماله. أما آلية خلق الودائع فيتم الحديث عنها بعد الانتهاء من شرح باقي وظائف البنوك التجارية. القيام بالخدمات المصرفية المختلفة. البنك الدور الأساسي زي ما احنا حكينا قبول الودائع وتقديم القروض. الآن في أعمال أخرى للبنك مثل تحصيل قسائم الخدمات العامة كالكهرباء والتليفون والمياه والتحويلات النقدية، تحصيل الكمبيالات، فتح الاعتمادات المستمرية، وإصدار خطابات الضمان. وهذه تتشكل في عدة دوائر، مثلا في المقاصة، في قسم المقاصة في البنك، خدمة الزبائن، قسم الاعتمادات المستندية اللي وإصدار الشيكات. هذه تسمى الخدمات الإضافية التي يقوم بها البنك. لكن الأساس في قوة البنك وزيادة أرباحه هو قبول الودائع وتقديم القروض. النقطة الأخيرة، القيام بأعمال الاستثمار المختلفة، مثلا شراء وبيع الأراضي، شراء وبيع الأوراق المالية. دائما البنك هو عبارة عن شركة تسعى لتعظيم أرباحها، فبالتالي يسعى إلى تطوير قدراته المالية في الاستثمار. أي مجال بلاقي البنك في أمان وممكن يحقق له أعلى الأرباح، فمن الطبيعي أنه إيش؟ أنه يتجه إليه. وتلاقي كثير من البنوك الفلسطينية الموجودة في فلسطين مثلا شارين أسهم في شركات تانية، أو عنده مجموعة من الاستثمارات. هذا تساعده في الأمان، يعني عنده أكثر مستثمر في أكثر من مجال، بيعمله أمان في الاستثمار المتنوع في استثماراته، وهذا بيزيد أرباحه ويقوي البنك. دور البنك في خلق النقود، التوسع في كمية النقود. هنا لتسهيل هذه النقطة نفترض ما يعني، نفترض أن وجود بنك تجاري واحد، يعني أنا نتكلم عن البنوك مجتمعة، يعني إحنا في النظرية هذه نعتبر أن كل البنوك الموجودة هي عبارة عن بنك تجاري واحد، وجميع المقترضين من البنوك يودعون هذه القروض مرة أخرى. بمعنى أنه أنا عندي مشكلة سيولة، أو بدي مبلغ عشان أحل مشكلة سكن، أو أطور مصنعي، أو إلى ما إلى هنالك. يفترض البنك أنه محمد سوف يقوم بأخذ النقود على هيئة القراض وسيودعها، لأنه أنا اليوم لما بدي أسحب مثلا 1000 دولار أو 10,000 دولار، طبعا هحل مش هي مشكلتي، رح أعطيها لناس تانية. هذول الأفراد الآخرون أحسين الفلوس عندهم إيش؟ فائض. بعد ما يخدوه مثلا أنا بدي أفتح مشروع، بدي أفتح مطعم، بدي أشطر شقتي، بدي أشتري سيارة، حدفع حقها للتاجر. التاجر هذا بعد ما ياخذ فلوس مني راح يودعها ايش في البنك، فبالتالي البنك اخذها اعطاني اياها كانا كمقترض، ومحمد اللي اخذها مني حطها كوديعة. فبالتالي البنوك هنا بسهولة يسمى خلق النقود، في توسع في كميه النقود، بمعنى اخذ مني واعطاني بطريقه احنا بس هذا ضمن فرضيه هذه النظريه. ترغب البنوك وتتمكن من اخراج كل المبالغ التي تزيد عن نسبه الاحتياط القانوني، بمعنى اي مبلغ مثلا انا عندي البنك في عنده 10 مليون دولار نسبه احتياط قانوني 20%، يعني 2 مليون دولار بنحطه في البنك، هذا احتياط قانوني حسب نظام البنك المركزي، ما يزيد يتم استغلاله استغلال التام في الاقتراض. على ضوء ذلك فان البنك يؤدي هذه الوظيفه على النحو التالي: عندما يحصل البنك على ودائع من الجمهور فانه يتقيد بالاحتفاظ باحتياط قانوني نقدي
يعني 10 مثلا عنده زي ما احنا حكيت توي 10,000 دولار في 20 في 20 يعني 2000 دولار، والباقي يقوم باقراضه للناس. البنك الذي قام باقراض سوف يعود اليه في صوت ودائع جديع، يعني بمعنى محمود اقترض من البنك 10,000 دولار لشراء سياره، دفع حق ثمن السياره لمحمد، فمحمد اول ما اخذ الفلوس راح وضعها في البنك. نحن قلنا بالاساس انه اعتبرنا مجموع البنوك هم بنك واحد، البنوك التجاري، فراح وضعها في البنك، يعني المصاري اللي اقرضها رجعت للبنك من خلال طرف ثاني. تمام، البنك ال 10,000 دولار حط نسبة ال 20% والتيار القانوني او 15 و5 حسب ما يقرها البنك، والباقي راح يستغله البنك في الاقراض لشخص اخر. سيجد البنك ان هذه الودائع الجديدة تعطيه المجال لاعادة اقراضها من جديد مع الالتزام بنسبة الاحتياطات القانونية. وهكذا راح ندخل على موضوع ثاني، هو موضوع المضاعف، فقديش احنا ممكن نستغل النقود هذه انها تعاد تعطى على هيئة قروض وتعاد للبنك على هيئة ودائع. كما ترون انه سيعود المبلغ تيه مهانة اوضحنا 8,000 في 20% 6,400 هذا للقرار، بعدين ممكن استغله كمان مرة برضه 6,400 في 20% هتلاقي 5,120، 5,120 حسي 4,900 منهم باخذ منه الاحتياطات القانونية، فضلك حضلوا العملية موجودة لعند ما تصبح القيمة هنا صفر. وبالتالي لماذا، والسؤال هنا، لماذا زادت الودائع 5 أضعاف المبلغ الأصلي؟ يجيب على هذا السؤال المضاعف، مضاعف النقود البسيط، وهو باختصار 1 مقسوم على نسبة الاحتياط القانوني، الزيادة الإجمالية في الودائع على التغير في عرض النقود. الآن نسبة الاحتياط القانوني 20%، نقول 1 على 20% يطلع 5، يعني بمعنى إنه الألف دولار لما أنا يودعها عندي محمد واقرضها رح تصير عندي في ضمن نطاق هذا المفهوم مفهوم خلق النقود 5,000 دولار، وال 10,000 دولار حتصير 50,000 دولار، يعني انه انا لما اودعت 10,000 دولار في البنك وديعة ولي قد خلقت 5 أضعافها بناء على نسبة الاحتياط القانوني. يعني لو كانت الاحتياط القانوني عندي 25% نقول 1 على 25% بيطلع 4، 10,000 ضرب 44,000، فانا عندنا 2 يعني 2 من 10 يعني 5 أضعاف الوديعة الأولية، يعني إنه هذه الوديعة الأولية أكم عندي عملت لي خلقت نقود، أو الودائع المشتقة بنقول 50,000 إجمالي الودائع المشتقة ناقص الوديعة الأولية، بس هي عندنا المبلغ 40,000 دولار. مضاعف النقود الموسع هناك مجموعة من المخازن عليه، افترض أن المضاعف البسيط أن الناس تودع كافة أموالها في البنوك، يعني افترض أنه محمد أول ما يأخذ حق الصيد اللي تو ذكرتها راح مباشرة يحطه في البنك، وهذا مش طبيعي، ممكن محمد يخليهم عنده أو يحولهم برا البلد أو مثلا يشتري فيهم ذهب أو من عندنا هناك، فالطبيعي أنه الناس تودع جزء من أموالها في البنك والجزء الآخر يحتفظون به كسيولة جارية، ويمكن أن نطلق على ذلك نسبة السيولة الجارية برمز سي دي، وهذا تعني وهي تعني نسبة السيولة التي يحتفظ بها الشخص مقابل كل دينار يودعه في البنك. يفترض المضاعف البسيط أن البنوك تقدم بإقراض كافة الودائع التي لديها بعد خصم نسبة الاحتياط الإلزامي. معنى إذا أودع الشخص 1000 دولار وكانت نسبة الاحتياط الإلزامي 20%، فإن البنك يحتفظ في 200 دولار احتياط، والباقي يقوم بإيش؟ بصرف كله 800 دولار. وهذه الحقيقة مش حقيقة، هذه الحقيقة دائما مش هي الحقيقة الموجودة، مش معقول أن البنك بس يعني همه أنه يضخ إقراضه، سياسة الإقراض المفتوحة هذه ممكن تسبب البنك مشاكل كتير، منها مشاكل سيولة دائما بتكون عند البنك، مش عنده سيولة، وهذا يقلل ثقة المتعاملين مع البنك، لأنه أنا ممكن الصبح يعني في يوم البنك كل وديعة عنده 10 مليون دولار، يجي صاحب وديعة عنده مليون أو 2 مليون دولار بدي يسحبهم فجأة، طب أنت ومصاريك في السوق أو مخفضهم بدون ما نشوف السيولة، هذه مشكلة. 2 البنك بيكون واعي، ليش؟ لأنه في مسموها معدل السيولة، لأنه يكون محافظ على معدل السيولة داخل البنك تمكنه من إيش؟ من إنه يمشي حياته اليومية للناس اللي بتسحب ودائعها، وبرضه الحفاظ أو بسموها الاستقرار النقدي الموجود داخل البنك وحجم المخاطر، كل عملية اقتراض فيها مخاطر، فالبنك بيكون حريص إنه ما لا يدخل في مخاطر الائتمان، وبالتالي البنك يقوم فوق الاحتياط القانوني الإلزامي
يجد يعني يحط له مبلغ إلزامي ضمن سياسة البنك التخوفية من أي أزمات أخرى، وبالتالي يقوم البنك بإضافة احتياطي إضافي بتكون أقل نسبة. يعني مثلا عندي أقول الإلزامي 20% بحط له 5% أو 10% زيادة، وهنا يسمى الـ RD نسبة احتياطي للودائع. وبالتالي مضاعف النقود الموسع هو عبارة عن 1 زائد نسبة السيولة، يعني نسبة السيولة الموجودة في السوق على نسبة الاحتياط للودائع زائد نسبة السيولة. والفرق بين عرض النقود والقاعدة النقدية، القاعدة النقدية مجموع النقود التي تم إصدارها من البنك المركزي. عرض النقود هي النقود المتداولة داخل الاقتصاد. عرض النقود M1 تساوي السيولة النقدية CR بلس الودائع تحت الطلب الجاري DD، والام 1 تساوي CR زائد DD. القاعدة النقدية تساوي السيولة النقدية في يد الجمهور زائد مجموع احتياطات لدى الجهاز المصرفي. نلخص فيما سبق أن الفئات التي تؤثر على عرض النقود في الاقتصاد 3: البنك المركزي وسياسته، بين سياسة هي تمثل يعني بصورة دقيقة لب السياسة النقدية، السياسة التوسعية إنه يقلل الاحتياط الإلزامي، أو سياسة انكماشية يزيد الاحتياط الإلزامي. البنوك التجارية برضو أيضا توجهات زيادة الإقراض أو تقليله حسب ما يرونه مناسب من مخاطر أو الهدف كان ربح أو يعني أمور أخرى. والجمهور، هل الجمهور يعني هم أصحاب الأموال، هل معهم الفلوس يوضعوها في البنك أم هم بحاجة لأموال لفتح مشاريع ويقترضونها من البنوك؟ النقطة الأخيرة، المنظور الإسلامي لخلق النقود. يمكن القول أن خلق النقود الودائع في النظام الاقتصادي يجب أن يكون وفق شروط محددة نشملها في الآتي: خلق الائتمان يجب أن يكون مواكب النمو الاقتصادي القومي ويتفق معه من خلال المراقبة الدقيقة للناتج القومي. فالتوسع في حجم النقود يجب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً تقطيا بالناتج القومي لخلق استقرار النقود ولتفادي الأسعار التضخمية. بمعنى أنه أنا اليوم كبنوك موجودة في الاقتصاد لازم أنظر للاقتصاد القومي. إذا كان هناك توسع في الاقتصاد مش مشكلة، بنعطي قبول، لكن هذه القروض لا تسبب زيادة في التضخم. لأنه أنا اليوم لما بدأت القروض هتزيد السيولة وين؟ في السوق. إن كانت السيولة هذه لحوة تحقيق الاستثمار وزيادة الإنتاج أهلا وسهلا بها. أما إذا كانت السيولة اللي بدها ضخها هتعمل ارتفاع في الأسعار لأنه الطلب هيصير يزيد على السلع وفيش إنتاج وفيش استثمار، وبالتالي يعملنا مشاكل تضخمية، فهذا التوسع غير مطلوب وفقا فهذا إحنا ما بدنا إياه. ما بدناش إحنا نضخ سيولة تزيد إيش؟ الأسعار التضخمية. وهذا من الأسباب اللي كانت موجودة في قبل سنوات فيما يخص الأزمة العالمية، إنه صار عندنا بسموها اتصال السحاب، بمعنى إنه اليوم أنا بقترض عشان أستهلك، لا إحنا بدنا نقترض عشان إيش؟ نستثمر وننتج. وهذا بحدده إيش؟ مسار الاقتصاد. يجب أن تكون هذه الوظيفة قاصرة على البنوك التجارية الحكومية، وهذا يستلزم قيام البنوك التجارية تتبع للدولة وتلتزم بتوجهاته. هذه النقطة مهمة جدا وفق المنظور الإسلامي، بمعنى أن البنوك التجارية هدفها الأساسي والأول والأخير إلا بعض ما رحم أنه تحقيق أعلى نسبة ربحية. فبالتالي يجب أن تكون هناك بنوك تجارية تابعة للحكومة تلتزم بالسياسات، لأنه اللي بيلتزم بالسياسات ويكون عنده نضج على المستوى القومي للاقتصاد هي الحكومة. فبالتالي يجب أن الحكومة تنتج تنشئ بنوك يكون هدفها الاقتصاد ونموه دون أن يحدث لها أي أعصاب أخرى. حيث أن الربح المشتق من نقود الودائع يجب أن يعود على المشترك الكل وليس حيث على أصحاب الودائع أو ملاك المصارف. إذا اقتصر الحق في خلق النقود على بنوك التجارية التابعة، فهنا يمكن للدولة أن تحقق ذلك التوزيع. النقطة الثالثة، اللجوء للوسائل الغير ربوية لإحداث الائتمان باتباع الصيغة الإسلامية، وهذا نقطة محورية في العلاقة بين البنوك التجارية ومنظور الإسلام في إنشاء بنوك إسلامية. يعني أنه علاقة الربا في كل مفاهيمه حرام في المنظور الإسلامي، كما يجب أن يكون إحداث الائتمان بعلم أصحاب الودائع، أي أن يختل المودعون بذلك عن طريق إدارة البنك عند فتح الحساب الجاري. يعني إذا أنت اليوم كصاحب وديعة بدك تشارك البنك في المخاطر، بمعنى أنت اليوم ما صاحب وديعة وآخر عندي مثلا بعد 16 سنة تأخذ نسبة أرباح، لازم تتوقع على عقد مشاركة في الأرباح والخسائر حتى تدخل في منظور الربا. لذا تركز معظم الآراء الفقهية على تصنيف الودائع الجارية على أنها قرض يحق للبنك التصرف فيه كما يشاء، على أنه مستعد لسدادها ساعة طلبها من قبل مدخرة. وتعتبر الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية الأموال المودعة في حسابات الجارية ودائع تحت الطلب يحق للبنك استخدامه والتصرف فيها من خلال التمويل قصير الأجل وتغطية الاحتياجات التمويلية الطارئة،
والملحة لتزويد احتياجات المنتجية المتنوعة في المجتمع. النقطة الرابعة عدالة توزيع الفرص بين الأفراد أي اللجوء للقطاعات الإنشائية الإنتاجية دون تمييز بين الغني والفقير، بل المحدد هو تأثير العملية الإنتاجية على الاقتصاد بشكل إيجابي. فهنا بتلاقي نقول الجهة الجهة كما طبعاً الجهة الوحيدة المخولة في إصدار النقود في الإسلام هي الدولة. يعني ما ينفعش أنا أروح أنشئ عملة أو أعمل أي إشي يضخ نقود، فبالتالي هنا لازم تكون صاحب السلطة العليا هو الذي عنده صور واضح بشكل إيجابي للاقتصاد. ويشترط عليها كثير من الفقهاء لا تكسب من أن لا تكسب من هذا الإصدار وأن تحافظ على قيمته، فكيف يسمح لغيرها الكسب من إصدار النقود الائتمانية من غير مقابل؟ فيها هنا سوف نتوقف لهنا في هذه المحاضرة، ونستكمل في محاضرة أخرى شرح باقي الفصل. نراكم على خير، وبارك الله فيكم، وبارك وكل عام وأنتم بخير.